مساء النور، معاكم دكتورة رانيا السيد عبد العليم، دكتورة واستشاري العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم ونقول عليه موضوع حساس شوية، بس هو مشكلة مرضية أو عارضة بتسبب مشاكل كتير. موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن الضعف الجنسي للرجال. ايه هو الضعف الجنسي للرجال؟ هو عبارة عن ضعف الانتصاب، فيؤدي إما عدم حدوث علاقة زوجية أو يحصل ضعف في الانتصاب أثناء العلاقة الزوجية. ده بنسميه ضعف جنسي. إيه هي أسبابه الشائعة؟ أسبابه الشائعة طبعا من أكتر الناس اللي معرضين يجيلهم مرض الضعف الجنسي أو مشكلة، بلاش نسميها مرض، لو قلنا مشكلة الضعف الجنسي، أكتر الناس المعرضين لكده طبعا هيبقى في المقام الأول مرضى السكر. وهنشرح ليه بعد كده مرضى السكر هم اكتر شريحة بتبقى معرضة لكده. الناس اللي هم الهيفي سموكر، اللي هم بيدخنوا، بس بيدخنوا كتير جدا، مدمني المخدرات والكحوليات، وخلينا نتكلم في حتة المخدرات، انه المفهوم الشائع الترامادول والحشيش والحاجات دي بتزود القدرة الجنسية، كل الكلام ده مش مظبوط طبعا. من ضمن الأسباب طبعا القلق والاكتئاب والتوتر، ممكن يسبب نوع من أنواع الضعف الجنسي. مشاكل البروستاتا ممكن تسبب ضعف جنسي، مشاكل القلب والشرايين وتصلب الشرايين ممكن يسبب ضعف جنسي. الناس اللي عندهم الكوليسترول والليبيد بروفايل بتاعهم عالي، ده ممكن يسبب ضعف جنسي. التقدم في السن سبب من أسباب الضعف الجنسي. الانتصاب الطبيعي، ليه بنشرح هيحصل ليه الانتصاب الطبيعي؟ علشان نفهم ان العلاج اللي احنا مقدمينه علاج علمي ومعتمد على طريقة ازاي ده بيحصل، يعني بيحصل ازاي انتصاب طبيعي. عندنا مادة اسمها نيتريك اوكسايد، دي بتفرز، النيتريك اوكسيد دي ماده بتزود الدوره الدمويه، خلاص دي بتفرز من حاجه اسمها نون ادرينرجيك نون كولينرجيك نيرونز. نيرونز دول يعني خلايا عصبيه. يبقى اذا الانتصاب الطبيعي يتطلب مني حاجتين، اللي هم حاجه اسمها نيورو فاسكولار ميكانيزم. يعني ايه نيورو فاسكولار ميكانيزم؟ يعني اعصاب كويسه ودوره دمويه كويسه. لو انا عندي الحاجتين دول كويسين، معناها ان انا عندي انتصاب كويس ومش هيبقى عندي مشكلة. وجود خلل في مشكلة من الاتنين بيعمل لي مشكلة. طيب الحاجة التانية ايه اللي بيحصل؟ النيتريك اوكسيد ده لما بيفرز بيزود الابتيك بتاع الكالسيوم، فيفضل يدخل كالسيوم كتير جوه الغشاء الخلوي بتاع الخلية لحد ما يحصل لها هايبر بولاريزيشن، تتشبع والاستقطاب بتاعها يزيد جدا، فيبدأ يظهر مادة. ونركز من اول هنا لان العلاج بتاعنا هيبقى متوقف على ده، اسمها الكالسيوم تشانل بلوكر. يعني ايه كالسيوم تشانل بلوكر؟ الكالسيوم تشانل بلوكر دي بتعمل ايه؟ بتعمل تمدد في جدار الوعاء الدموي، فيبدا يزيد حجم الوعاء الدموي وبالتالي يزيد الدوره الدمويه اللي داخله. ليه شرحنا الحته دي؟ عشان نقول لكم ان العلاج اللي احنا بنقدمه هنعمل ايه. احنا هنحقن ماده الكالسيوم تشانل بلوكر عن طريق، احنا قلنا ان الشغل كله في عمليه الانتصاب دي محتاجه استقطاب ايوني للخليه عن طريق جهاز اسمه الايونتوفوريزس، ده جهاز امريكي اللي هو العلاج بالاستقطاب الايوني. بندخل بنفس الطريقه الكالسيوم تشانل بلوكر، الحقن بيكون جوه الجهاز، والجهاز هو اللي بيوصل عن طريق الاستقطاب الايوني للخليه. بنحقن ماده الكالسيوم شانل بلوكر مع ماده مضاده للالتهاب، عشان لو في التهاب في العصب بنحقن فيه الجهاز ده العضو الذكري او الشرايين الخاصه بمعنى اصح بالعضو الذكري، ومن هنا فعلا بيزيد الانتصاب وبتتحل المشكله تماما. وبنعمل حاجه من الحاجات في بعض الحالات بنحتاج نعملها، حاجه اسمها شوك ويف، موجات تصادمية. بنعمل فيها ايه؟ بنحطم الاوعية الدموية، بنكسر الاوعية الدموية خلاص اللي بايظة، زي مثلا في مرضى السكر والاوعية دي باظت، وبيحصل لي بيعمل انه يحصل ريفاسكولاريزيشن، يعني اوعية دموية جديدة. وفي جهاز امريكي تاني بيطلع موجات، الموجات دي ليها طول موجي معين بتفرز مادة النيتريك اوكسيد اللي احنا شرحناها. ف
فبالتالي احنا كده ايه، نبقى حلينا كل المشاكل. فاضل العصب بندخل عليه العلاج بالمجال الكهرومغناطيسي والعلاج بالمجال الضوئي، فكده بنكون ضمننا ان حصل يعني انتصاب كويس جدا. ويكون ان شاء الله كل ما بدأنا علاج بدري، يعني الموضوع بيحتاج من 4 لـ6 جلسات. مريض السكر بيحتاج طبعا اكتر، على الاقل 12 جلسة والمشكلة بتنتهي كل ما بدأنا بدري.